إلى كتاب الحرف القديمة التراثية، طرق النحاس، إبرة الخيط، لعبة الخشب وطي الحلي. هنا عالم مسحور يتداول فيه الأسطوات خبراتهم الثمينة مع شباب شايل حلم جميل ومعدي في هذه الطرقات، وعند ملمس الجدران تولد الأفكار الملهمة، تولد أشياء من حر إيد مبدع شاطر. اهلا وسهلا، السلام عليكم. عليكم ازيكم؟ السلام ورحمة عاملين الله ايه؟ وبركاته. كله تمام الحمد خيامية. اه طبعا، اجمل حاجة في الدنيا. ازيك؟ لله. طبعا الحمد لله عامل فندم، ايه؟ كله تمام. اتقابلنا قبل كده في الخيامية مش كده، ولا حد شبهك؟ تقريبا. لا هو انا ليه اخ، ليك ليه توأم اخويا ولا ايه؟ و... اه في شبه مني، ليه اخويا ووالدي، واحنا واخدين المهنة دي وراثة في اصلا. انه حتة في الخيامية بقى بالذات؟ كنا شغالين تحت الرابع في طبعا، ما تحت الرابع. قولوا لي بقى، انتوا الاساتذه المتدربين المتدربات ها؟ وتبقى لكم قد ايه؟ بقى لكم وقت قد ايه؟ 8 شهور 8 شهور، فاضل لكم شهرين ان شاء الله تاخدوا شهاده. باذن الله. طيب انتوا عارفين انكم خدتوا حاجه مهمه قوي، الخياميه دي حاجه مهمه. تمام. علمتوهم ايه بقى؟ علمتوهم ايه؟ علمناهم الشغل على الخياميه اللي احنا اتعلمناه من الصناعيه الكبار، والدي والصناعيه اللي موجوده في السوق. احنا يعني ايه، ما دخلناش عليهم والله بحاجه، يعني نعلمناهم ازاي يتحكموا في القماش، وكل واحد بعد كده بيبتدي بقى يشوف طريقه. ما بخلتش عليهم بحاجه خالص؟ ها، لا لا طبعا، خالص 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 طبعا ما بخلش عليكم بحاجه. لا بصراحه. طيب يعني لما كان عندكم سؤال بتيجوا كده في التدريب تقولوا له والله دي ليه معموله كده، بيجاوب؟ لا، في حاجات بتقابلنا ما شاء الله، الخبره طبعا. لا طبعا، احنا لسه مبتدئين. انت ما خبيتش عنهم حاجه؟ لا طبعا يا ريس. ها؟ لا طبعا خالص. انا بندب، انا اخبي عليهم ليه؟ الموتيفات بتاعتنا احنا طبعا الخيامية، يعني احنا بنتكلم في فن مصري عمره تقريبا 500 سنه واتطور. انتوا عارفين التاريخ بتاعه ولا لا؟ هحكوا لكم التاريخ. اتطور طبعا من صناعه الخيام، خيام الناس كانت بتيجي تعمل الخيام بتاعتها، ل من تقريبا نقول ايه، من 100 سنه 120 سنه ابتدى الشغل بتاع الخياميه اللي هو المطرز ده. الموتيفات اللي فيه دي متاخده من ايه؟ انتوا بتاخدوا من ايه بقى؟ في نباتي؟ في نباتي وفي هندسي وفي حاجه زي اللي ورا حضرتك دي، باروكي اسمها ايه؟ باروكي، رسم باروكي. في يعني كل حاجه بيبقى ليها شغلها. احنا المهم ان احنا بنعرف نتحكم في القماش. الرسم والديزاين دوت بيبقى من وحي خيالنا، مثلا في تصميمات بتبقى عالميه حد بيطلبها بنعملها كده. يعني ايه تصميمات عالميه؟ ايه تصميمات؟ اي حد عنده تصميم يقدر يجي يناقشه معاك، ولو في حاجه حضرتك في دماغك، في دماغ اي مثلا حد، فبيجي يشرح لي اللي في دماغه انا بنفذه. كويس. طيب الدارج ايه الحاجات اللي الزبون بيحبها اكتر؟ شغل دلوقتي اللي هو دخل في الطبيعي، اللي هو ده اللي هو النباتي العربي. ده النباتي العربي ده طبعا يعني دي اساس المهنة. فكله بيعتبر ان العربي هو الخيامية، مش بقى ايه بيشوفوا فيها الكلام الخط الكوفي، لا احنا ابتدينا ان احنا ننطلق في الخيامية انطلاقة كويسة يعني بصراحة. ابتدينا ان احنا نشتغل في خداديات، ابتدينا نشتغل في مفارش، ابتدينا نشتغل في اللطقم بتاعت العربي، في اللطقم بتاعت البيت المفارش. بص عايز اقول لك حاجة، انا الخيامية دايما بالنسبة لي اللي هي الخيامات التقليدية اللي زي حضرتك كده بتعملها دي اسمها ايه؟ ده اللون الاسلامي الاسلامي. وده احنا قلنا النباتي صح كده؟ نباتي اسلامي او نباتي اسلامي. ده بالنسبة لي دي الخيامية اللي هي الأصل، يعني تسميها ايه؟ التقليدية. التقليدية اللي هي الحرفة التقليدية اللي نفسي مهما طورنا نفضل محتفظين بده. في المكان محتفظين ما بنتخطاش القياس ان هي ايه حرفة. حرفة ده ودي موجودة من العصر القديم، ان احنا لو احنا ما عملناش اللي هو التراث اللي هو موجود بتاعنا مش هتعرف مركز الحرف ان هو اسمه مركز الحرف. بيتكلم على الحرف التراثيه التقليديه والتراثيه. مظبوط. الله ينور على استاذ مصر، وشدوا حيلكم ومستنيين بقى منتجكم.
منتج بتاعكم ده منتج يطلع انتوا طلعتوا منتج اهو وريلي منتجاتهم بس لسه في اللي ما اتشطبش وفي اللي اتشطب. حلو 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 حلو. لا وعاملين يعني دقه اهو شديده جدا. برافو عليكم. برافو عليك. تمام لسه ما خلصتش. وده منتجهم. في ورا ده منتجهم هنا ايه. وانت بتعملي حاجه جديده اهي بقى لكام يوم في الحكايه دي؟ اسبوعين. يلا شدوا حيلكم. عايز دي ده شغل بقى تدريب برضو حضرتك لسه ما تقفلش برضو. يا ده سلام ده في حته تانيه ده. مين اللي عامل ده؟ مين اسمها ايه؟ طالبه اسمها هدى. لا عندها صبر صبر برضو. يلا شدوا حيلكم والله ينور عليكم ودايما كده منورنا ومشرفنا. منورين بحضرتك طبعا. حضرتك اللي مشرفنا ومنورنا واحنا بنستشرف بوجود حضرتك. شكرا جزيلا.